شهدت الكويت اياما خالدة وازدانت بابهى حللها استعدادا لزيارة ضيفها الكبير جلالة الملك سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وقد عبرت الكويت حكومة وشعبا عن صادق بهجتها وعميق سرورها بهذه الزيارة الكريمة. وفي صبيحة يوم السبت 16 شوال عام 1380 الموافق 2 ابريل عام 1961 وصل حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله السالم الصباح أمير الكويت المعظم وأصحاب السعادة الشيوخ إلى المطار ليكونوا في مقدمة المستقبلين الذين وفدوا لاستقبال العاهل الكبير. وفي الساعة 10:30 وصلت طائرة الضيف الكبير، فتطلعت إليها الأنظار وخفقت القلوب فرحة مستبشرة بمقدم الضيف الكبير. وفي لحظة اللقاء تعانق العاهلان العظيمان بينما بدأت المدفعية تطلق طلقاتها تحية بمقدم العاهل السعودي. ثم قدم جلالة الملك سعود أفراد حاشيته ومرافقيه إلى سمو أمير الكويت المعظم. وتوجه العاهلان العظيمان نحو المنصة، وما أن استقر فوقها حتى عزفت الموسيقى السلام الملكي السعودي. ثم السلام الأميري الكويتي. واستعرض جلالة العاهل السعودي وسمو أمير الكويت حرس الشرف متشابكي الأيدي، فكان ذلك خير دليل على وحدة الآمال والمشاعر. وقد احتشدت على جانبي الطريق جماهير غفيرة لتحية العاهلين أثناء سير الموكب إلى قصر دسمان العامر. وفي قاعة الاستقبال بقصر دسمان تبادل الجميع الأحاديث الأخوية في جو من المحبة والوفاء. ثم تناول الجلالة الملك ومرافقوه طعام الغداء على مائدة صاحب السمو أمير البلاد المعظم. وفي الساعة 4 بعد الظهر توجه الموكب الملك السامي لزيارة المدرسة الثانوية بالشويخ وافتتاح حمام السباحة هناك، وكان المواطنون وفرق الكشافة المنتشرة على طول الطريق تحيي جلالة الضيف العظيم. بعد جولة في المدرسة الثانوية تفضل صاحب الجلالة الملك المعظم بافتتاح حمام السباحة. ثم قدم طلبة المدارس استعراضا رائعا نال اعجاب الجميع، وظهرت فيه مهارة الطلبة في فنون السباحة والقفز. قبل نهاية الحفل قام الطلبة بعزف قطع موسيقية شجية كانت ختام هذا الحفل الجميل.
الساعة 5:30 توجه الموكب الملكي إلى قصر الشعب لتناول طعام العشاء بدعوة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المعظم. وفي اليوم الثاني للزيارة الميمونة وصل الموكب الملكي إلى المطار الجديد لمشاهدة العرض العسكري الكبير، حيث كان في استقباله أصحاب السعادة شيوخ ورجالات الكويت وجمهور غفير من أبناء الشعب. وبدأ الاستعراض، فكانت فرقة موسيقى الجيش تتقدم مختلف فرق المشاة. ثم تلتها فرق من الدبابات والمدرعات وأفواج من القطع العسكرية الأخرى وطائرات الهليكوبتر وغير ذلك. وبالرغم من وجود العواصف الرملية في هذا اليوم، إلا أن العرض أضفى على الجو روعة وجمالا، حيث قوبل بالحماس والتصفيق. وقد أبدى جلالة الملك سعود غبطة وابتهاجا بما رأى من ضروب التنظيم والاستعداد في الكويت. بعد انتهاء الاستعراض توجه الركب الى قصر مشرف بدعوة من حضرة صاحب السمو الشيخ عبد الله المبارك الصباح لتناول طعام الغداء. وفي مساء اليوم نفسه غادر الركب الملكي قصر دسمان العامر متوجها الى محطة التجارب الزراعية بدعوة من بلدية الكويت. وقد شاهد العاهلان مشاهد مختلفة من نواحي النشاط الذي تقوم به محطة التجارب الزراعية والتي وفقت في أبحاثها إلى حد كبير. ألقى السيد مدير البلدية كلمة ترحيب نيابة عن صاحب السمو رئيس الأشغال العامة والبلدية، ثم شرف الضيف الكبير حفلة الشاي التي أقيمت تكريما له، بينما كانت فرقة موسيقى الجيش تعزف ألحانها الشجية. وبعد ذلك عاد الركب إلى قصر دسمان العامر لتناول طعام العشاء بدعوة من صاحب الجلالة الملك سعود المعظم. وفي اليوم الثالث للزيارة الملكية الكريمة الموافق 3 إبريل توجه الركب إلى ميناء الخفجي لتشريف الحفل الذي أقيم بمناسبة تصدير أول شحنة من نفط مياه المنطقة المحايدة. وقد مر الركب بميناء سعود للاستراحة وتناول المرطبات، وغادره متوجها إلى ميناء الخفجي. وبعد حفلة الشاي التي أقيمت هناك، قام السيد المدير العام لشركة النفط العربية بتسليم العاهلين المفاتيح التقليدية. وبعد ذلك توجهوا إلى مدينة الأحمدي بدعوة من سعادة الشيخ جابر الأحمد الصباح لتناول طعام الغداء في نادي الحبارة. وكانت حفلة العشاء في قصر الشيخ صباح السالم الصباح بالسلمية. وفي اليوم الرابع الذي خصصه العاهلان للتعليم، بدأت الزيارة الملكية في 8:30 صباحا، عندما تحرك الموكب الملكي وسط الجماهير المترصة على جانبي الطريق متجها نحو الكلية الصناعية في الشويخ.
وبعد أن استراح العاهلان هناك، تقدم السيد مدير عام المعارف ووقف أمام نموذج مجسم للكلية الصناعية يشرح للعاهلين الأقسام المتعددة. وبعد ذلك بدأت جولة في مختلف أقسام الكلية لمشاهدة النشاطات المتعددة التي تقوم بها. وفي قسم الحداد والصب قام طلاب هذا القسم في لحظة خاطفة بصب عبارة مرحبا بالعاهلين أمام العاهلين العظيمين. وبعد ذلك زار العاهلان روضة أطفال الجابرية، حيث غمر أطفالها بعطفهم الكبير، ووقفوا فيها على مدى سهر المربين على تنشئة الجيل الجديد على أحدث الأساليب التربوية الصحيحة. وقد تناول العاهلان بعد ذلك طعام الغداء بدعوة من سعادة الشيخ مبارك الحمد الصباح بقصره بالدعية. وفي مساء هذا اليوم توجه العاهلان لحضور حفل مدرسة الشرطة لمشاهدة الاستعراضات المختلفة وألعاب الفروسية وكذلك ألعاب الدراجات النارية. وفي ألعاب الفروسية أبدى الفرسان مهارة عجيبة أعادت إلى الأذهان ذكرى تاريخنا المجيد الحافل بصور البطولة والفروسية. وقد قدم راكبو الدراجات البخارية مشاهد رائعة قوبلت بالتصفيق الحاد من جمهور المواطنين. كما نالت هذه الأهرامات إعجاب العاهلين ومرافقيهما. وقد أقيمت في مساء هذا اليوم حفلة عشاء خاصة بدعوة من صاحب السعادة الشيخ سالم العلي الصباح بالعدلية. وقد حضرها الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي صبيحة يوم 5 إبريل توجه الموكب لزيارة مستشفى الصباح، حيث لمسوا مدى اهتمام الحكومة الساهرة على راحة الشعب وعلى تأمين صحته. وبعد ذلك اتجه الموكب إلى قصر السرة لتناول طعام الغداء بدعوة من سعادة الشيخ جابر العلي الصباح. ثم توجه الموكب في تمام الساعة 3:30 لمشاهدة المهرجان الرياضي الكبير الذي أقيم على ملاعب ثانوية الشويخ، والذي تهافتت لمشاهدته جموع المواطنين من كل صوب. قدم الجيل الصاعد من أبنائنا استعراضات رائعة دلت على استعداد الجيل الجديد للتعاون والعمل، مما يجعلنا أكثر تفاؤلا بالشباب الناهض حماة الغد وجنود المستقبل. We'll be right back.
توجه العاهلان بعد ذلك لتناول طعام العشاء بدعوة من الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. وفي ظهر يوم الخميس 6 ابريل اقيمت حفلة غداء بدعوة من سعادة الشيخ مبارك العبدالله الاحمد الصباح في قصره بالفنيطيس. وفي الساعة 3:30 توجه الموكب الى ثانوية الشويخ لحضور مباراة كرة القدم التي اقيمت بين منتخب المدارس والاندية، وقد تجلت الروح الرياضية العالية بين اللاعبين، واظهر جلالته تجاوبا كبيرا مع هذه اللعبة الجميلة، فقد طلب تمديد فترة اللعب زيادة عن الموعد المحدد. وفي نهاية المباراة قدم جلالته الكأس للفريق الفائز. مساء تم تناول العشاء في قصر سعادة الشيخ علي الفهد السالم الصباح بالسالمية. وقد كان يوم الجمعة 7 ابريل هو اخر ايام هذه الزيارة الميمونة، وادى جلالته صلاة الجمعة في مسجد دسمان، وتم تناول طعام الغداء بدعوة من انجال المرحوم سعادة الشيخ صباح الناصر الصباح بالسالمية. ثم تناول العاهلان الشاي بمنزل آل النفيسي بدعوة خاصة. وقد عقد أثناء ذلك مؤتمر صحفي للملحق السعودي في قصر الضيافة. ثم تناول الركب طعام العشاء بدعوة من سعادة الشيخ دعيج السلمان الصباح. وفي صباح يوم السبت الموافق 8 ابريل سنة 61 بدأت الكويت تستعد لوداع ضيفها الكريم بمثل ما استقبل به من حفاوة وتكريم. وما ان وصل الموكب الملكي الى ارض المطار حتى عزفت الموسيقى السلامين السعودي والكويتي، وتوجه جلالته ومرافقوه بعد ذلك الى الطائرة يرافقهم سمو امير الكويت المعظم واصحاب السعادة شيوخ وكبار رجال الدولة، وحيا جلالته مودعيه بابتسامة مشرقة داعيا لهذا البلد الكريم دوام الخير والازدهار.